الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أحبتي الطلبة من الصف العاشر، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. درسنا اليوم هو الدرس 17، أثر الإيمان في بناء شخصية المسلم. سنتحدث في هذا الدرس حول دور الإيمان في بناء شخصية المسلم، ويظهر في العناصر التالية: تحقيق التوازن في شخصية المسلم، إكسابه الشعور بالعزة تمكنه من التفسير الواضح للوجود، إكسابه الأخلاق الفاضلة. وقبل أن أتحدث عن أثر الإيمان في بناء شخصية المسلم، لابد أن نتحدث عن مكونات شخصية المسلم، لأن الحديث عن مكونات شخصية المسلم يخدم هذا الدرس لنفهمه جيدا. من مكونات شخصية المسلم، ركز معي الآن، العقل الذي هو الفكر. الله عز وجل ماذا قال؟ قال: أفلا يتفكرون. فلو تفكرنا واستخدمنا هذا العقل، ينتج عندنا التفكير الإيجابي والتفكير السلبي. فالذي يستخدم عقله في الاتجاه الصحيح ينتج عنه التفكير الإيجابي. فلو فكر المسلم وتأمل في ملكوت السماوات والأرض، لنتج عن ذلك إيمانه بوجود الله عز وجل. ولكن لو أنه لم يتفكر، أو تفكر لكن تفكير سلبي، فينتج عن ذلك أنه لا يؤمن بوجود الله عز وجل، وهذا تفكير سلبي. ومن مكونات شخصية المسلم السلوك، والسلوك هي عبارة عن الأقوال والأفعال التي تصدر من الإنسان. والسلوك يتأثر بالتفكير، فإذا كان الإنسان تفكيره إيجابي فينتج عن الأقوال والأفعال أفعال خيرة، يكون فيها خير. وإذا كان الفكر والفكرة في عقل الإنسان سلبية سيئة، فينتج عنه الأقوال والأفعال التي فيها شر. فلذلك السلوك مرتبط ارتباط كبير جدا في الفكر. ومن أمثلة الأقوال والأفعال التي فيها خير مثلا الصدق. إذا قال الإنسان قول الصدق فهو في دائرة الخير، ولكن لو قال قول الكذب، كذب، واستخدم الكذب في 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 أقواله وأفعاله ومعاملاته، فحينئذ يكون في دائرة الشر. العنصر الثالث من مكونات شخصية المسلم العاطفة، والتي هي عبارة عن المشاعر التي يعبر عنها الإنسان، وتتأثر أيضا بالعقل، تتأثر بالتفكير. فإذا كان الفكرة التي في عقل الإنسان إيجابية يصدر عنه الحب، وإذا كانت الفكرة سلبية ينتج عن هذه المشاعر الكراهية. فالإنسان يحب ويكره، لكن الحب مرتبط بالفكرة الإيجابية، والكراهية مرتبطة بالفكرة السلبية. لذلك الإيمان أثر على مكونات شخصية المسلم، وأثر أيضا تأثير كبير جدا على عقله وتفكيره، فجعله يفكر ويدخل الفكرة بأدلة وبراهين، بأدلة وبراهين. وهذا هو منهج القرآن الكريم. اسمع إلى قول الله عز وجل، قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. الله عز وجل أراد أن تؤمن به عندما تفكر وتستخدم هذا العقل بتفكير إيجابي. الله عز وجل ماذا قال قبل هذه الآية؟ قال: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فالله عز وجل أخبرك بأنه هو الإله الحق، ثم طلب منك أن تتفكر في ملكوت السماوات والأرض حتى يصبح عندك دليل وبرهان بوجود الله جل وعلا. هذه المكونات أيها الأحبة، النبي عليه الصلاة والسلام بيّنها لنا في الحديث الذي رواه لنا الإمام أبو داود، هو حديث صحيح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، تتفكر، تؤمن،
بأن الله واحد أحد، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق سلوك، والحياء شعبة من الإيمان مشاعر في القلب. فلذلك هذه المكونات مترابطة مع بعضها البعض. هذا أو هذه المقدمة تفيدنا أيها الشباب أن الإيمان يؤثر على العقل وعلى السلوك وعلى العاطفة، فينتج ويظهر عندنا من بناء لهذه الشخصية، منها تحقيق التوازن في شخصية المسلم. فالمسلم عندما يفكر بعقله ويكون مؤمن بالله عز وجل ومتبع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيصبح إنسان عادل، يحب العدل، يحب الإنصاف، يكره الظلم. إذن يعمل فكره ومشاعره وسلوكه اتجاه تحقيق التوازن. فكيف يحقق التوازن أو يحقق الإيمان التوازن في شخصية المسلم؟ كيف يحقق الإيمان التوازن في شخصية المسلم؟ أولا يجعل هذه الأفكار أفكار إيجابية بعيدة عن التطرف والغلو والمغالاة. كذلك أيضا عبادته وطاعته وسلوكه وأفعاله كلها متوازنة، لا إفراط ولا تفريط، لا زيادة ولا نقصان، كما أراد الله عز وجل لنا أن نكون. يعبد الله عز وجل بين حالتي الخوف والرجاء، يرجو رحمة الله عز وجل ويخاف عذاب الله جل وعلا. قال تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. حتى نفهم هذا التوازن لابد من أمثلة على ذلك. المثال الأول أن ثلاثة نفر جاءوا إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا يريدون؟ يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني أن هذه العبادات قليلة، فكأنهم تقالوها. تابعوا معي في المثال: فكأنهم تقالوها. فكأنهم تقلوها، فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال الآخر: إني أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد، يعني أنام، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رأيتم التوازن؟ النبي عليه الصلاة والسلام متوازن في شخصيته، يعلمنا على التوازن. إذن الإيمان أيها الأحبة يعلمنا على أن نكون على شخصية متوازنة عادلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أصوم وأفطر كما أراد الله عز وجل، أصوم كما أراد الله وأفطر كما أراد الله، أصوم في الوقت الذي أراده الله عز وجل وأفطر في الوقت الذي أراده الله عز وجل، وأصلي وأنام وأتزوج النساء. فالغلو مرفوض في شريعتنا الإسلامية، والتهاون أيضا اللي هو الإفراط كذلك أيضا مرفوض في شريعتنا الإسلامية. فذلك على الإنسان أن يكون متوازن، أن يكون متوازن في جميع تصرفاته وأقواله وأفعاله وعباداته. كذلك عندنا مثال آخر، قال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما: إن لجسدك عليك حق،
ولربك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فصم وافطر، وصلي وآت أهلك، وأعط كل ذي حق حقه. فلما كان في الصبح أخبر أبو الدرداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالذي قاله سلمان، فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لجسدك عليك حق مثل الذي قال سلمان. الآن في هذه الرواية الشاهد منها أحبتي الطلبة أن الإنسان يعطي كل ذي حق حقه، يوازن بين صومه وإفطاره، كذلك أيضا بين حق أهله وصلاته، فلا يطغى جانب على آخر. فهذا هو أثر الإيمان في بناء شخصية المسلم على التوازن على العدل. ننتقل إلى العنصر الآخر، وهو أن الإيمان يبني هذه الشخصية على إكسابه بالشعور بالعزة، تشعر أنت أنك عزيز بإسلامك، بإيمانك، بعقيدتك الإسلامية، أنت عزيز، أنت مسلم عزيز. ماذا نقصد أو ما هو المقصود بالعزة؟ المقصود بالعزة أن الإنسان يقبل مذلة، له كرامة، له كرامة يتميز بها عن باقي المخلوقات. ولقد كرمنا بني آدم، فأنت مكرم، مخلوق مكرم، أنت إنسان عزيز. والعزة هي القوة والغلبة، فأنت قوي وتشعر دائما بالغلبة، لا ترضى بالهزيمة، ولا ترضى بالذل ولا بالهوان. لذلك الله عز وجل قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالإنسان يستمد قوته وعزته من الإيمان، من الإسلام. فكيف يؤثر الإيمان أو يبني الإيمان شخصية المسلم على العزة؟ أولا بإيمانه بالله عز وجل، فإنه يبني شخصيته على العزة. ثانيا يعتمد على الله عز وجل وحده في كل أموره، ويأخذ بالأسباب، إذن يتوكل على الله عز وجل. والتوكل على الله هو الاعتماد على الله والأخذ بالأسباب في الأعمال التي يقوم بها الإنسان، في دراسته، في مشاريعه، حتى يحقق النجاح والتوفيق. فالمسلم يكون فخور بدينه وبإيمانه، عزيز، لا يقبل الفشل في الحياة. وهذه وشعور العزة يعطي الإنسان دائما اندفاعية إلى البناء في شخصيته، وإلى البناء كذلك أيضا في حضارته الإسلامية. والشعور بالعزة محمود في شريعتنا الإسلامية، ولكن لا يجعل الإنسان يتكبر ويتعالى على الناس، لأن الكبرياء خلق مذموم في إسلامنا وفي ديننا. فلذلك يتعالى الإنسان على الناس ولا يتكبر عليهم، فعليه أن يفهم مفهوم العزة، المفهوم السليم الذي يريده الله ويريده رسول الله صلى الله عليه وسلم. العنصر الثالث أن الإيمان يؤثر على شخصية المسلم في عقله وسلوكه ومشاعره، إذ أنه يجعله يجيب على أسئلة الإنسان، يسأل الإنسان أسئلة متعددة. هذه الأسئلة المتعددة منها: من الذي خلقني؟ ولماذا خلقني؟ ومن خلق هذا الكون وما فيه؟ وما الغاية من هذا الخلق كله؟ إلى أين المصير؟ إلى أين نهاية هذا الكون؟ وغير ذلك من التساؤلات التي يتساءل عنها الإنسان. الإيمان يجيب عن هذه الأسئلة، يجيب عن هذه الأسئلة. فالإيمان يكسبك التفسير الواضح لهذا الوجود في هذه الحياة الدنيا. فالإنسان عندما يعتقد باعتقاد جازم أن الله تعالى هو الخالق لهذا الكون والمدبر لأمره، يؤمن بأنه مخلوق لعبادته جل وعلا. إذن يجيب عن الأسئلة: لماذا خلقني الله عز وجل؟ لعبادته ولإعمار هذه الأرض في طاعته جل وعلا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، إلا ليقوموا بالعبادات، الصلاة والصوم والزكاة والحج وغير ذلك. إذن الله عز وجل
خلقك وخلقك لغاية عظيمة تجيب على هذه الأسئلة. الإيمان هو الذي جعلك تجيب على هذه الأسئلة، فأنت تؤمن بوجود الله عز وجل، تؤمن بما تشاهده، وتؤمن بالغيب الذي أخبرنا عنه الله عز وجل وأخبرنا عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا يدرك الإنسان عن طريق الإيمان أن هذا الكون وكل ما فيه مسخر له لينتفع به من أجل بنائه في طاعة الله عز وجل، ويؤمن أيضا أن هذه الحياة ابتلاءات فيها واختبارات فيها. لماذا يبتليك الله عز وجل؟ ولماذا يختبرك الله عز وجل؟ لمعرفة مدى التزام هذا الإنسان بأوامره وبمنهجه ومنهج نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك أيضا الإيمان يبني الإنسان ويجعله يوقن بأن حياته ورزقه بيد الله عز وجل. يفسر التفسير واضح لوجوده، يفسر ويجيب عن أسئلة أن هذه الحياة الدنيا هل لها نهاية؟ نعم لها نهاية. يوقن أن موته بيد الله عز وجل ونهايته بيد الله جل وعلا، وأن رزقه كذلك أيضا بيد الله جل وعلا. لذلك أيها الطلبة، التفسير واضح للوجود يؤثر تأثير إيجابي على حياة المسلم، على سلوكه، على تصرفاته، على عواطفه. من هذه التأثيرات أنه يتحرر من القلق والحيرة واليأس، فإذا أدرك الإنسان أن أجله بيد الله ورزقه من عند الله عز وجل فلا يقلق ولا يتحير ويجعل أمره إلى الله عز وجل. كذلك أيضا يرفض التقليد الأعمى. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال لك تفكر في خلق السماوات والأرض، وأن الله موجود، وأنت تؤمن بوجود الله عز وجل، فإذا تفكرت وتأملت فهي هذه الأدلة وهذه البراهين على وجوده جل وعلا، فأنت لا تقلد تقليد أعمى. حتى في الإيمان لا تقلد تقليد أعمى، لكن تؤمن بوجود الله عز وجل من خلال الفكر والتفكير في صنع الله جل وعلا، فتنبذ التقليد الأعمى الذي كانت عليه قريش وغير ذلك من الكفار الذين كانوا يقلدون آباءهم وأجدادهم في الكفر. ويجعل العقل يفسر التفسيرات المنطقية لوجوده في هذه الحياة. كذلك أيضا من آثار أنه يكون إنسان إيجابي، فيقبل على العمل المثمر الذي يطور الحضارة الإسلامية، يكون نشيطا ويكون صاحب أفكار عظيمة جدا للنهوض بهذه الحياة الإسلامية. كذلك أيضا يجعل الإنسان صاحب تفكير في نفسه وفي من حوله من النواحي العلمية، يعني يكون عندهم منهج علمي في تفكيره. لذلك الله عز وجل، الله جل وعلا ماذا يقول؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كذلك أيضا من العناصر التي يبنيها الإنسان في شخصية المسلم إكسابه الأخلاق الفاضلة، وهذا عنصر مهم والله أيها الطلبة، عنصر مهم جدا، إنه الإيمان يكسبك الأخلاق الفاضلة. وكما قلت لكم في المقدمة أن الأخلاق تنتج عن الفكر، الفكر يؤثر على السلوك، الأقوال والأفعال التي هي مصدر الأخلاق، والمشاعر التي تؤثر على الأخلاق أيضا. إذن الأخلاق مهمة جدا في حياتنا الإسلامية. فإذا انتشر الكذب، وانتشرت السرقة، وانتشرت الغيبة والنميمة وغير ذلك من الأخلاق الذميمة السيئة، يكون ذلك ناتج عن قلة الإيمان في شخصية المسلم. لكن إذا كان عنده إيمان قوي فلا يجعل لهذه السلبيات أن تكون موجودة في مجتمعه. لذلك يكسبه الأخلاق الفاضلة، يسأل هل هذا الخلق خلق محمود فيعمله ويطبقه ويحرص على تطبيقه، لكن إذا كان هذا الخلق مذموم يبتعد عنه
وينبذه ويحذر منه. لذلك الإسلام أيها الأحبة جعل هنالك رابط وثيق بين الإيمان والأخلاق، كما قلت لكم في الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، الإيمان الآن يحرك الإنسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ما الذي جعل الإنسان يميط الأذى عن الطريق؟ إيمانه بالله عز وجل، استشعاره أنه سيؤجر من عند الله عز وجل، استشعاره بأن الإسلام يحب النظافة. والحياء شعبة من الإيمان، مشاعر. الحب لا يكون إلا بما يحبه الله عز وجل، التصرفات والحب للآخر إن لم يكن في رضا الله عز وجل فهو حب مذموم مرفوض، ويكون في دائرة الشر هذا الإنسان. لذلك على الإنسان في حبه أن يكون هذا الحب فيما يرضي الله عز وجل وضمن الشريعة الإسلامية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. وفي رواية هنا: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. لذلك لابد الإنسان أن يحسن أخلاقه، أن يهتم بالأخلاق الإسلامية، وهي هذه الأخلاق هي عبارة عن قيم ومبادئ يسير عليها الإنسان، يكون صادق عادل في تصرفاته في أقواله في أفعاله، ويتصف بصفات كثيرة جدا وأخلاق كثيرة جدا من الجود والكرم والنشاط وغير ذلك من الأخلاق التي يجب على الإنسان أن يتصف بها. فهذا الارتباط بين الإيمان والأخلاق ارتباط وثيق أيها الأحبة. هذا الارتباط يجعل الإنسان المؤمن أخلاقه تصدق إيمانه الذي في قلبه، فالإيمان يصدق أقوال وأفعال الإنسان، ما يصدر من الإنسان من أقوال وأفعال ناتج عن الإيمان الذي في قلب الإنسان والذي اعتقد به الإنسان في فكره. فالإنسان إذا كان يحب الله عز وجل فإنه يتقي الله عز وجل ويجعل باطنه كظاهره. وهنا أيضا هذه العلاقة الوثيقة بين الإيمان والأخلاق، ما في الباطن يظهر على الجوارح. لذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه الآية ماذا تدل؟ تدلنا على أن المسلم يحب الله تعالى ولا يعصيه، وأن باطن الإنسان كظاهره مستقيما ثابتا كما يحب الله ويرضى الله جل وعلا. الإنسان الذي اكتسب الأخلاق من إيمانه يؤثر على الإنسان، وهذا التأثير يعود على شخصيته وعلى مجتمعه. ومن هذه الآثار أن الإنسان بأخلاقه ينال الأجر والثواب من عند الله عز وجل، ويبتعد عن كل رذيلة وعن كل منكر من الأقوال والأفعال، يبتعد عن أخلاق المذمومة، ويحقق الإيجابية في الحياة كالتعاون والإيثار وغير ذلك من الأمور الإيجابية بين أفراد المجتمع. نكون بذلك أيها الأحبة قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم، وهو أثر الإيمان في بناء شخصية المسلم. تعالوا معي أيها الأحبة للأسئلة. السؤال الأول: أجابت العقيدة الإسلامية عن الأسئلة المتعلقة بوجود الإنسان في هذه الحياة؟ أذكر أربعة من الآثار الإيجابية لهذه الإيجابيات على سلوك المسلم في حياته. هذه قد تطرقنا إليها أيها الأحبة، والتي هي التحريم من القلق، نبذ التقليد الأعمى، والتفسيرات المتناقضة للعقل والفطرة، وثالثا الإيجابية والإقبال على العمل المثمر في الحياة، ورابعا الدعوة للتفكر في نفسه وفي من حوله من ظواهر بمنهج علمي، وفي ما حوله من الظواهر بمنهج علمي. هذه الأربع آثار إيجابية المتعلقة
تفسير وجود الإنسان في هذه الحياة. السؤال رقم اثنين، الإيمان يكسب المسلم الشعور بالعزة، وضح ذلك. نذهب إلى اكتساب الشعور، الإيمان الذي يكسب المسلم الشعور بالعزة، يعني كل إنسان عزيزا في حياته. كيف نوضح هذه النقطة؟ أن الإنسان بإيمانه بالله عز وجل يستمد قوته وعزته، فيعتمد على الله ويتوكل على الله في جميع أموره، ويأخذ بالأسباب حتى يحقق النجاح في هذه العزة. والشعور بالعزة هذا لا يجعله يتكبر على الناس. السؤال رقم الثالث، عقد الإسلام رابطا وثيقا بين الإيمان والأخلاق، وضح ذلك. قلت لكم أن ما في القلب ينعكس على الجوارح، الباطن ما في الباطن وهو القلب وما نتج عن ذلك من فكر يظهر على سلوك الإنسان. إذن الإيمان يصدقه، الإيمان الذي في قلبك يصدقه أعمالك وتصرفاتك الصادرة منك، الأخلاق الصادرة منك. فالإنسان باطنه مثل ظاهره، يكون مستقيما ثابتا. هذه هي العلاقة، هذه العلاقة بين الإيمان والأخلاق. السؤال الرابع، ما أثر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وهذه هذا الأثر هو أن المسلم يحب الله تعالى ولا يعصيه، ويكون باطنه مثل ظاهره مستقيما ثابتا. فالإنسان الذي يحب الله عز وجل تجده يصلي، تجده طائعا الله عز وجل، بارا لوالديه، مبتعدا عما يغضب الله عز وجل. السؤال الخامس، المسلم لا إفراط عنده، ضع إشارة صح أمام العبارات الصحيحة أو بجانب العبارات الصحيحة، وإشارة خطأ بجانب العبارات غير الصحيحة فيما يأتي. أولا، المسلم لا إفراط عنده ولا تفريط، صحيح، لأن المسلم الذي في قلبه الإيمان يكون متوازن في أقواله وأفعاله وتصرفاته، لا إفراط ولا تفريط. ثانيا أو باء، يتعالى المسلم على الناس ويتكبر عليهم، هذه النقطة خاطئة. لماذا؟ لأن الإنسان العزيز لا يتعالى على الناس ولا يتكبر عليهم، وإنما لا يقبل الذل ويحافظ على كرامته. النقطة جيم، يوقن المسلم بأن حياته ورزقه بيد الله تعالى وحده، وهذه النقطة صحيحة، لأنه هو يعتقد بإيمانه وبتفسيره الواضح لوجوده في هذه الحياة أن أجله ورزقه بيد الله عز وجل. نقطة رقم دال، يحرص المسلم على التقليد واتباع الهوى في شؤون حياته، هذه النقطة خاطئة. فالله عز وجل يريد من الإنسان أن يؤمن، ومعه أدلة وبرهين على إيمانه. فالله عز وجل طلب منه في القرآن الكريم أن ينظر إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، ولا الأرض كيف سطحت، حتى الإنسان لا يقلد تقليدا أعمى. وبهذا نكون قد أنهينا درسنا. أسأل الله عز وجل لي ولكم السلامة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.